بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم المباراه الكره الطائره سيدات الاهلي وسبورتنج في قبل نهائي كاس مصر. المباراه ستقام في تمام الساعه الرابعه من صاله نادي سبورتنج بالاسكندريه. طبعا زي ما تابعنا اول امبارح فريق كره الطائره رجال حصد الدوري، وايضا السيدات حصد الدوري من قبله في المره ال 37 في تاريخه. والنهارده ان شاء الله احنا مكملين المشوار مع السيدات حتى يحصدنا لقب كاس مصر. في البدايه وقبل ما نروح نتناول المباراه فنيا وتحليليا، بحب ارحب بضيوفي المنورين في الاستوديو. برحب بالكابتن ساره طلعت نجمه النادي الاهلي السابقه ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، نورنا في قناه النادي الاهلي. نور حضرتك. بنرحب بكابتن نجلاء فوزي احد نجوم او نجمات النادي الاهلي السابقه وايضا منتخب مصر ومدير فني فريق 18 سنه للناشئات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. قبل ما نروح طبعا لمباراتنا بنحب نبارك لحضرتك ونهني فوزك ببطوله الجمهوريه ومن قبلها بطولة المنطقة. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. كلمينا عن البطولة، كلمينا عن الفرق المشاركة، كلمينا عن المشوار بتاعك السنة دي قبل ما نروح طبعا وندي لحضرتك طبعا حقك. ربنا يخليك يا رب. طبعا أنا أحب أهنئ رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، وشكر خاص لرئيس الجهاز عندنا قطاع الأنسات كابتن الدكتور وجيه حمدي رئيس الجهازين رجال والأنسات، وكابتن تهاني تصم بالاخص رئيسه الجهاز بتاعنا الانسات مسؤوله عننا نجمه النادي الاهلي. طبعا كانت بطوله والله قويه جدا جدا في ظروف صعبه للغايه. احنا لعبنا بطولتين، كانت بدايه الموسم بتاعنا من 14/9 بدانا الموسم بتاعنا. اول مباراه رسميه بدات 1/11 كانت بطوله منطقه القاهره. لعبنا اكتر من 12/13 مباراه. يعني ارشيفيه عندنا لاشتراكاتكم، كان دي بصيره شراء الدخان بتهيألي ولا ده النهائي بيننا وبين الصين، ده كان النهائي بتاعنا. تمام، اتفضلي يا كابتن. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد نهائي بطوله منطقه القاهره، وكان معانا في النهائي فريق دجله، كان فريق منافس وقوي، والحمد لله فزنا عليه 3-1. وبعد كده اخذنا اسبوع راحه، وبعد كده بدانا نستعد. يعني بناتي صراحه يعني منظر لا جميل. اصل الماتش ده بالذات كان زي ما بيقولوا رد اعتبار علشان احنا كان في مباراه حصلت بيننا وبين الصيد في رمضان، وكانت على اول المجموعه، وللاسف احنا خسرنا بعد ما كنا احنا فايزين. يعني احنا كنا كاسبين 2-0 والشوط الثالث احنا 24 وهم 21. ما حدش كان عارف ايه اللي بيحصل، ما حدش عارف ايه اللي حصل خالص. كانت بقى صدمه. اولا كانت الفرقه في الوقت ده بلعب وانا عندي اكتر من 3-4 لاعبات مصابه. عندي اللاعبه فريده الحناوي، زي فريده الحناوي دي كانت مصابه بقالها 3 شهور. كانت في مباراه مع الدرجه الاولى في سبورتنج مع كابتن حمدي، وحصلت لها اصابه قطع في الاربطه في الاوتار بتاع كعب رجلها، فاخذت اكتر من 3 شهور اصابه ما بتتحركش خالص. فكان يوم ماتش الصيد ده كانت اول مباراه تحضرها في رمضان، اول مباراه تقدر تقف على رجليها ولا تقدر تنط ولا اي حاجه. وفي كان عندي سلمى يوسف لاعبه سنتر بلوك، جالها برده جزع في الرباط الصليبي قبل البطوله قبل الماتش بتاعنا باسبوعين، اخذت اصابه اكتر من 3 اسابيع. يعني عندي اللاعبه ياسمين ممدوح كابتن الفريق بعد ما خلصنا بطوله منطقه القاهره كانت في اعلى مستوياتها، جالها جزع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، قعدت اكتر من شهر ونص. اصابات بجد مش لا اصابات كتير. عندي فرح العادي اللي هي ليبرو الفريق رقم واحد طبعا، بندق انا بقول لها بندق. فرح العادي جالها مزق في عضله البطن. الدكتور سامح حمدي كان موجود كمان. طبعا هنا الاتحاد كله كان موجود، ودكتوره ناديه رشوان كانت موجوده. فكانت بطوله صعبه جدا جدا جدا. فالماتش ده كان رد اعتبار بالنسبه لنا، احنا كانت صدمه بالنسبه لنا ان احنا نخسر 3-2 وعلى ارضنا وفي رمضان، كانت ظروف صعبه، كانت الفرقه مش كويسه. عشان كده كان رد اعتبار. فكان بالنسبه لنا الماتش ده حياه او موت، احنا كنا نازلين ان احنا الماتش فعلا حياه وموت. بس للاسف الماتش احنا بدانا الدوره المجمعه كان عندنا 3 مباريات، 3 ايام ورا بعض، بنلعب الساعه 12 الظهر وبنلعب الساعه 2 وبنلعب الساعه 4. ده كله بدري الظهر. بالظبط كده، وكانت طبعا تغيير كامل. بعد ما كنا بنلعب الساعه 4 والساعه 6 وبنلعب 9 بالليل نلعب في الوقت ده. الصالة بتهيألي كان في نهائي بطوله ال 19 سنه لحد يوم السبت، بس احنا بدانا يوم السبت الساعه 12، ده اليوم الوحيد اللي لعبنا فيه الساعه 12. ده بدري جدا جدا. فلعبنا مباراه مع جياد والحمد لله ربنا اكرمنا ب 3-0. كان عندنا هدف ان احنا حتى السكور بتاعنا يبقى عالي، احنا نكسب الفرق اللي باندر سكور. الموضوع ده كان بالنسبه لنا هدف ان احنا نلعب فيه في الثلاث مباريات.
فعلا الحمد لله رب العالمين. والماتش الثاني مع دجله اللي كان واخد مننا شوط في منطقه القاهره، لا المباراه دي كسبناها 3-0 جامد جدا الحمد لله. وبعد كده المباراه الاخيره كانت مباراه الصيد، مباراه طبعا البنات كانت عامله حسابها، كان واخدين حته ان احنا كسبونا الماتش اللي فات، فكان في زي ما بيقولوا خوف شويه وقلق شويه ان ممكن يحصل حاجه. بس في البدايه معنا الشوط الاولاني المفروض احنا طلعنا عليهم لحد ما وصلنا 20-8. الشوط الاولاني كانت علقه جامده جدا يعني، الحمد لله وقدرنا نخلص الشوط 25-16 برضو بتراخي بعض اللاعبات في اوقات، وهم اخذوا الشوط الثاني بنفس السكور. الشوط الثالث احنا اخذنا السكور 25-19، الشوط الرابع هم اخذوا 25-22. يعني احنا نكسب وهم يتعادلوا، نكسب وهم يتعادلوا. فالشوط الخامس احنا قدرنا من اول الشوط الحمد لله نطلع نتفوق عليهم من الشوط الاول، بدايه الشوط الاول لحد ما وصلنا 8-4 ولفينا الملعب لحد ما خلصنا المباراه 15-10. والحمد لله مباراه كانت قويه جدا. قويه جدا جدا، الف مبروك يا كابتن، يعني مشوار حافل وبنبارك لكم طبعا، وان شاء الله يبقى وشنا حلو النهارده كمان على الملعب. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. كابتن ساره برضو اجي لحضرتك، يمكن برضو حضرتك مشاركه مع قطاع الناشئات، مدرب يعني مدربه فريق 10 سنين على ما يعني بتهيألي معلوماتي صح ان شاء الله. تمام، لا صح. وبرضو انتوا السنه دي بتنتجوا نهج جديد في قطاع الناشئات، قولوا لي ايه الجديد السنه دي غير كل سنه؟ جديد السنه دي ان كابتن وجيه حمدي وكابتن تاني توسون مركزين قوي في فكره ان لازم يبقى الجيل قوي طالع من اللي هي الفرق الصغيره اللي هي 8 وال10 وال12، عشان ده اللي هيقوم عليه مستقبل النادي الاهلي بعد كده في الفرق الكبيره. اعتقد ان 18 سنه كان جيل قوي جدا، عملوا ماتش كويس جدا تقريبا من اكتر الماتشات اللي على مدار سنين النادي الاهلي في الناشئات، ماتش قوي جدا. انا برضو عايزه اتكلم على تحديدا فريق 18 لان هو عمل مباراه يعني ممكن تقول شبه فيرست تيم بيلعب فعلا. انا شايف فيرست تيم بيلعب ده من الفرقتين على فكره، انا بس برضو من فرقه الصيد. فرقه الصيد برضو عملت مباراه قويه جدا وعاملين قطاع كويس لا والفرقه ما شاء الله فرقه كويسه جدا على فكره. هم الفريقين اصلا في منهم لعيبه كتير مصر. في منتخب مصر في فرقه منتخب مصر الكبير كمان في منتخب فيرست تيم، مش 18 سنه بس. المباراه كانت قويه جدا بتاعتهم، وانت قاعد بتستمتع ان انت تتفرج على فولي، يعني تتفرج على فولي كل واحد بيلعب بروح قتاليه جدا، بيدافع عن اللقب بتاعه، بيدافع عن فرقته وعن ناديه. كان ماتش قوي جدا، والحمد لله ان احنا كابتن نوجا بقى عملت شويه تغييرات كده في الجيمات قلبت الناني حماسيه يعني. نوجا حماسيه طول عمرها يعني تحس ان يعني نوجا طول عمرها، بس يمكن عشان طبعا نجم كبير. احساس اللاعب لما انت حضرتك احساس اللاعب طول عمرنا، احساس اللاعب طول ما انت فايتنج طول عمرنا ان احنا بنرفض الخساره، ما عندناش مبدا الخساره ده مش موجود. فطبعا احنا كمدربين بيبقى واقفين حاسس ان انا وده انت بتنقله مثلا هم اللي بيلعبوا انت مش هتلعبوا بتنقله على فكره يعني الحماس بتاعك انت بتنقله للعيبه، فبتحس ان هو لا يعني لازم تبقوا جادين ولازم تعرفوا انتوا بتعملوا ايه ولازم تدافعوا عن اللقب بتاعكم. صحيح، وده من هم صغيرين برضو لازم الفرق الصغيره دلوقتي في العشر سنين في العشر سنين يعني احنا النادي الاهلي احنا لازم نبقى اول، احنا لازم نكسب، احنا لازم نبقى كويسين، لازم نبقى شكلنا كويس، نعمل اللي علينا وبعد كده التوفيق ده بتاع ربنا. تمام، وده اللي موجود في الفرق الصغيره دلوقتي. كابتن تاني توسن طبعا اسطوره النادي الاهلي لما تبقى موجوده في الجهاز او على راس الجهاز طبعا. يعني من احد رؤوس الجهاز اساسا انه هي قاعده معانا احنا مطمنين، تحس ان احنا اساسا مطمنين. التوفيق ده بتاع ربنا، بس عارف ما تحس ان حد معاك في ظهرك وبيشجع معاك وبيتكلم معاك وبيتكلم مع البنات ويقول لها لا اعملي كذا واعملي كذا. ممكن نبقى احنا واقفين بس هي بتوجه البنات للي هم لازم يعملوه. ما شاء الله قطاع الطايره رجال وسيدات في حته ثانيه، يعني انت قاعدين بتكلموني والحقيقه انا فخور باللي بسمعه لانه حتى النتائج والاداء والروح والتدريب ما شاء الله عليكم. طب خلينا نروح لمباراه النهارده ان شاء الله. احنا عندنا سبورتنج والاهلي، مباراه تقام في سبورتنج اوت اوف هوم، تبقى مباراه صعبه انك تلعب بره ملعبك، وارد جدا المفاجآت. شايف الماتش النهارده ازاي؟ انا شايفه ان الاهلي ما شاء الله هو عامل موسم كويس، كان على يعني في الدوري او في الكاس، وان شاء الله ربنا يوفقه. هو اعتقد واجه سبورتنج قبل كده مرتين ودي المره الثالثه، كسبهم مرتين 3-0 وان شاء يعني لما لعبناهم هناك في سبورتنج كسبنا 3-0 صح؟ كسبنا الماتشين كسبناهم 3-0 كسبنا الماتشين 3-0 ان شاء الله. الاهلي بيفقد قوته من الاول، اول ما بينزل بيفقد قوته جدا شخصيته. وطبعا نادي الاهلي غني باللاعبات بتاعته اللي موجودين عندنا، احسن سناتر بلوك في افريقيا، عندي احسن لاعيبه في افريقيا كابتن ايه الشامي، معانا كابتن
كابتن حمدي الصافي المدير الفني طبعا هرب مصر الرابع وكابتن ياسر صلاح طبعا مش عايزين ننسى اي حد جهاز فني قوي جدا من كابتن حمدي لكابتن ياسر لكابتن ايمن للدكتوره صحيح. هدير للدكتوره منى لكابتن رانيا مخططه الاحمال مي محمود محلل التقني كابتن صحيح. مي فالمنظومه كلها كويسه جدا الحمد لله رب العالمين بس هو يعني كويس. يعني سبورتنج ترتيبه ايه في الدوري برضو عشان الناس او فنش اذا حد عنده فكره فنش لا السبورتنج محتاج المركز الرابع الاولاني طبعا كان الاهلي واخد العلامه الكامله 66 نقطه يعني احنا كنا حاضرين الدوري واخدين الدوري من قبل ما نكمل الماتشات صحيح تمام المركز الثاني الزمالك مع انه تساوى في النقاط معاه بينه وبين الصيد بس فرق الاشواط هو اللي خلى الزمالك طب انا اقول لحضرتك حاجه احنا عاملين جرافيكس هيعرض كل الكلام ده بس خلينا نبتدي نعرض مع بعض او نستعرض مع الساده المشاهدين الاجهزه الفنيه للفريقين اللاعبات وكده بحيث الناس برضه تبقى معانا فاستاذ حضرتك كابتن نجلاء لو تستعرضي معانا الجهاز الفني للنادي الاهلي الفريق الجهاز الفني للنادي الاهلي فيه كابتن حمدي الصافي المدير الفني كابتن ياسر صلاح المدرب العام كابتن ايمن مساعد مدرب كابتن رانيا عبد العزيز مخططه احمال الدكتوره هدير دكتوره طبيبه الفريق الدكتوره منى اخصائيه العلاج الطبيعي كابتن مي محمود المحلل التقني بتاع الفريق عندي كابتن منى مراد هي مدربه الفريق وفي كمان كابتن اشرف عباس الاداري كابتن اشرف عباس الاداري وكابتن ايهاب عبد المنعم رئيس الجهاز يعني يمكن برضو الجهاز الفني يعني يمكن مقارب للرجال برضو في تخصصيه في شمول جامل لكل التخصصات اكيد يعني عاملين موسم كبير ويمكن كابتن حمدي الصافي ده الموسم الخامس بتهيألي ليه على التوالي طبيعي. فما شاء الله يعني حاصد كل البطولات تقريبا يمكن راح منه بطوله او اثنين وكانت لظروف طب كابتن استاذن حضرتك لو نستعرض الجهاز الفني لنادي سبورتنج طبعا حقهم ولازم نستعرض في كابتن ماجد مصطفى مدير الفني كابتن مروان الليسي مدرب العام بتاعهم كابتن ميرنا عبد الرحمن اداري الفريق مصطفى مجدي محلل تقني الدكتوره ليندا نصير اخصائيه علاج طبيعي والدكتور مؤمن مصطفى مخطط احمال تمام يعني بس كابتن ماجد مصطفى برضه بقى له فتره مع فترة الفرقه بقى له فتره بقى له حوالي 3 سنين مع الفرقه بس هو مش من اسكندريه كابتن ماجد يعني غريبه كابتن ماجد اصلا كان بيلعب عندنا في الاهلي فتره كبيره جدا من ابناء النادي الاهلي برضه كابتن بس ماجد بس انا قصدي ان هو لما يعني بيبقى دايما اسكندريه مقفوله شويه على اولاد اسكندريه انا اولاد اسكندريه يجي من بره والله علشان نادي سبورتنج بدا ينافس على البطولات وبدا يشترك في بطولات عربيه وافريقيه عمرها ما حصلت قبل كده في تاريخ نادي سبورتنج بدا يعني يبقى في عروض للمدربين الفنيين بتوع الاهلي او الزمالك او الصيد او ايا كان بيدور على الكفاءه بيدور بالظبط كده ان هو بيدعم صفوفه بالجهاز الفني بتاعه يعني صحيح طيب استاذنك يا كابتن لو نستعرض قائمه طائره سيدات الاهلي مع حضرتك ونشوف حتى ايه يعني هل في لاعبين كاملين مين اللي ممكن يكون بره اتفضل يا كابتن تمام هو طبعا في النهارده لاعبتين مهمين جدا في الفريق نادي الاهلي اللاعبه فريده العسقلاني احسن سنتر بلوك في افريقيا المفروض ودعاء الغباشي وده علشان هم دخلوا معسكر منتخب لتصفيات البطوله الشاطئيه المؤهله للالعاب الاولمبيه في طوكيو ان شاء الله فالنهارده الاهلي بيلعب والموضوع ده حصل برضو في نهائي الدوري صحيح ما في نهائي الدوري نفس الموضوع كان ماتش تحصيل حاصل بس نفس الموضوع ان هو حصل حتى هم جم في التتويج بس كده يعني كانوا متواجدين بس كان ممنوع الاتحاد كان مانحهم ان هي يشتركوا في اللعب وهم فعلا دخلوا معسكر من امس استعدادا للتصفيات الافريقيه بتاعتهم بالنسبه للاعيبه اللي موجوده النهارده عندنا ان شاء الرحمن في ايا الشامي طبعا احسن ضاربه في افريقيا واحسن لاعبه وعندنا ندى وليد ليبرو مصر وافريقيا وعندي مروه مجدي لاعبه مركز اثنين وعندي البرازيليه ناتالي بتلعب مركز أربعة وعندي دانا شوقي ومريم متولي دانا شوقي البصيرة طبعا المعدة مريم متولي سنتر بلوك نهلة سامح مركز أربعة شروق فؤاد بصيرة مصر الأولى مايا ممدوح مركز أربعة سارة أمين مركز أربعة فريدة العسقلاني طبعا احنا قلنا تغيبها النهاردة مش هتبقى متواجدة في كابتن نرمين المنشاوي بتلعب سنتر بلوك رحمة حسن أربعات وعندي مي غزال وفريده الحناوي لاعبتين مصاعدتين من فريق ال 18 سنه مي غزال بتلعب سنتر بلوك وفريده الحناوي بتلعب مركز اربعه بجانب وجود ملك مرجان وسلمى سعد الليبروهات الاثنين مع ندى وطبعا في كمان اثنين عشان فريده العسقلاني ودعاء الغباش مش متواجدين صعدهم فريق ال 18 وهي سلمى يوسف سنتر بلوك وايات ياسين جونيور برضه متصعده عندنا فول سكواد بس خلينا استعرض بحضراتكم قائمه سبورتنج ولكن بعد فاصل هم
الساده المشاهدين وبيتفرجوا معانا يبقوا مركزين معاهم. يعني طبعا اكيد الكوبيه كيتانا ممكن تبقى اكيد مميزه. مين تاني مميز؟ في الكوبيه اعتقد هتبقى مفاتيح اللعبه كلها عليها من خلالها. في ندى كرة برضو من ضريبه مركز 4، دي من ضمن الضريبات الاساسيين الموجودين. وفي ريشه اللي هي سلمى عصام تقريبا مركز 2 اللي هي رقم 8. رقم 8 نركز معاهم النهارده يا جماعه ان شاء الله. وطبعا في ليلى محفوظ اللي هي البصير البلاي ميكر، وسندس عطيه برده من ضمن المفاتيح اللعب معاهم. تمام. هند نبيل هي وهند نبيل او سنتر بلوك. طب كابتن نجلاء، يعني برده عشان الساده المشاهدين يبقوا متخيلين معانا النادي الاهلي وصل ازاي دور قبل النهائي، فاذا سمحتي لو تستعرضي مشوار الاهلي في كاس مصر. تمام. هو بدا الفريق الاهلي مشواره في دور ال 16، تقابل مع نادي الطيران وفاز عليه في ارضنا 3-0، وبعد كده وصلنا دور الثمانيه. كل من نادي 6 اكتوبر او نادي الجياد انسحبوا، وكان الاهلي كسب بطريقه 3-0 وتاهل للدور الاربعه اللي احنا متواجدين فيه حاليا. يعني من ال 16 راح على الاربعه على طول عشان ما كانش في دور ثمانيه. يمكن نستعرض مع الساده المشاهدين على الشاشه اهو ان النادي الاهلي تاهل من دور ال 16 بعد فوزه على نادي الطيران 3-0 في ملعب النادي الاهلي في صاله الشهداء. ودور الثمانيه تاهلنا تلقائيا بعد انسحاب طرفي دور ال 16 الناحيه الثانيه اللي هم 6 اكتوبر واصحاب الجياد. طيب خليني اسالك يا كابتن نجلاء عن حاجه مهمه جدا. انت كل فرقه ليها مفاتيح لعب فنيا، وحضراتكم طبعا اساتذتنا وقاعدين معانا، شايفه النادي الاهلي قوته في ايه؟ نادي سبورتنج قوته في ايه؟ طيب طبعا بالنسبه لفريق نادي الاهلي، طبعا قوه نادي الاهلي في اول حاجه بتمثل في ايه الشامي احسن لاعبه في افريقيا، ده رقم واحد. يعني النهارده ان اللي انا متوقعاه ان كابتن حمدي يبتدي بنهله سامح وناتاليا المفروض اربعات، ثلاثات هيلاعب مريم متولي ونمين المنشاوي، اثنينات هيلاعب شروق وايا الشامي، الا اذا حصل تغيير في اي شيء ممكن يكون وجود ساره امين تبقى متواجده. صحيح. طب خليني بس استاذن حضرتك وهنروح لارض الملعب، طبعا احنا زي ما عودناكم بيبقى تغطيتنا يعني مميزه بحيث ننقل لكم دايما الاجواء. هنروح لمراسلنا من ارض الملعب محمد توفيق ومريم سميح عشان نعرف منهم الاجواء واخبار التسخين في الملعب. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجمات مصر والنادي الاهلي في الكره الطايره كابتن نجلاء فوزي وكابتن ساره طلعت وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرحب بالطبع بزميلتنا مريم سميح، اهلا بيك يا مريم، برحب بيكي. يعني تجدد اللقاء كابتن هيثم وجوله جديده من جولات استوديو الابطال، مباراه الاهلي وسبورتنج في الدور ربع النهائي او دور الاربعه من مسابقه كاس مصر للسيدات موسم 2020-2021. يمكن اجواء اكثر من رائعه داخل صاله سبورتنج هنا، واستقبال وحفاوه بالغه جدا من النادي هنا من اعضاء النادي والجهاز الفني لنادي سبورتنج. دي الاجواء اللي دايما متعودين عليها واستقبال اللي بيليق للنادي الاهلي في كل مكان النادي الاهلي بيكون فيه. نعرف بقى مشوار الفرقتين ونتعرف عليه من مريم. يعني مريم عرفينا بقى مشوار الفرقتين وصلوا ازاي لدول الاربعه. مساء الخير طبعا عليك يا كابتن هيثم، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجمات النادي الاهلي للكره الطايره، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بيك طبعا زميلي العزيز محمد توفيق. يمكن من داخل يعني محافظه الاسكندريه ومن داخل تحديدا نادي سبورتنج هنتعرف على مشوار الفرقتين. عايزين نقول يعني لكل المشاهدين يعني يا كابتن هيثم ان مشوار الاهلي في كاس مصر لسيدات الطايره كان في دور ال 16 الفوز على الطيران بنتيجه 3-0، وكمان في دور الثمانية صعود الأهلي بعد انسحاب كلا المنافسين 6 أكتوبر وأصحاب الجياد. على الجانب الآخر يمكن كان مشوار سبورتنج كان في دور ال 16 الفوز على مساحية اسكندرية بنتيجة 3-0، وكمان في دور الثمانية كان الفوز على دلفي بنتيجة 3-0. كابتن هيثم، يمكن الاهلي استعد للمباراه بشكل اكثر من رائع. يمكن النادي الاهلي زي ما عرفنا في دور ال 16 تغلب على الطيران 3-0، في دور الثمانيه يمكن ما لعبش المواجهه نظرا لانسحاب 6 اكتوبر واصحاب الجياد. يمكن كابتن حمدي الصافي لما اتكلمت معاه قال لي طبعا كان في فتره توقف طويله، فكابتن حمدي يمكن عمل مباراه وديه مع فريق الولاد في النادي الاهلي 15 سنه، ده كان يعني زي ما نقول عوضا عن عدم لعب مباريات في الفتره دي. يمكن كابتن حمدي الصافي كمان معسكر من هنا من امبارح في اسكندريه، اصطحب معاه 16 لاعبه، يمكن معاه نهله سامح كابتن الفريق، ساره امين، فريده الحناوي، ناتاليا المحترفه، مريم متولي، نرمين المنشاوي، مي غزال، ايه ياسين، ندى وليد طبعا ليبرو الفريق، وسلمى سعد برضه ليبرو الفريق، يعني كمان شروق فؤاد، ايه الشامي، مايا ممدوح، سهيلة وفيق، ودانا شوقي، وسلمى يوسف. يمكن النادي الاهلي بس ينقصه لاعبتين طبعا مهمين جدا نظرا لمشاركتهم في المنتخب الوطني لكره الطائره الشاطئيه، فريده العسقلاني
وكمان لاعيبه ثانيه، معلش انا بعتذر طبعا مش متذكر اسمها دلوقتي. مريم يعني نتكلم بقى عن نادي سبورتنج واستعد ازاي المباراه النهارده؟ يمكن نادي سبورتنج يعني يا كابتن هيثم، وبقول كمان لكل مشاهدينا يعني كابتن ماجد مصطفى المدير الفني لنادي سبورتنج صرح لينا قبل لحظات من يعني الهوا ان هو كان بيتمنى ان هو يكون في معسكر طبعا كامل الاستعداد للنادي الاهلي، خاصه ان هي فرقه مش سهله تماما، ولكن فتره الامتحانات هي اللي منعته من يعني تنفيذ هذا المعسكر، فهو اكتفى بفترتين تدريبيتين يمكن في الصباح والمساء. الفتره الصباحيه كانت تدريبات فرديه واحمال، وكمان بعد الظهر كانت او مساء فتره المساء كانت يعني تدريبات فنيه. عايزين نقول كمان قائمه نادي سبورتنج النهارده يمكن فيها طبعا سندس عطيه، لينا طارق، الكوبيه كيتانيا مدينة، كمان ندى قره، ساره طارق، ياسمين سراج، سلمى عصام، ملك شاهين، فرحه عباس وفرح ورده، ليلى محفوظ، هدير كمال، هند نبيل، بسمه وليد، يمنى ايمن، عائشه حاتم، ولاء عصام، واخيرا رزان ياسر. كان كابتن هيثم يعني استهلالنا اللي بدأناه، الفرق اللاعبتين اللي بيغيبوا عن النادي الاهلي النهارده هي فريد العسقلاني ودعاء غباشي، طبعا بيمثلوا المنتخب الوطني للكره الشاطئيه، بنتمنى لهم دايما التوفيق. لكن كابتن حمدي الصافي زي ما قال موسمهم انتهى لحد كده مع النادي الاهلي، مش هيكونوا كمان متواجدين ان شاء الله للمباراه النهائيه، لان ان شاء الله النادي الاهلي يوفق النهارده في الفوز ويلعب ان شاء الله المباراه تكون يوم الاثنين على صاله الشرقيه الدخان، وان شاء الله هيكون احد طرفيها نادي الصيد او نادي الزمالك. عشان كمان يعني نعرف النهارده المباراه واجواءها، مريم يعني فرقتين يمكن اتقابلوا مباراتين في الموسم، يعني عرفينا برضو وعرفي الساده المشاهدين كانت نتائجهم الموسم دوت مع بعض. طبعا يعني يا محمد مهم جدا ان احنا نعرف مواجهات الاهلي وسبورتنج هذا الموسم. كان الدور الاول كان فوز الاهلي على سبورتنج بنتيجه 3-0، في الدور الثاني كان فوز الاهلي على سبورتنج 3-0. كمان عايزين نقول موقف الفريقين في الدوري الممتاز، كان الاهلي تصدر دوري برصيد 66 نقطه بالعلامه الكامله بالفوز في 22 لقاء، اما بالنسبه لنادي سبورتنج كان احتل المركز الرابع برصيد 51 نقطه من الفوز في 18 لقاء والخساره فقط في 4 لقاءات. كمان عايزين نقول يعني نقطه مهمه جدا يعني يا توفيق، يمكن اللي بيدرب نادي سبورتنج هو كابتن ماجد مصطفى، طبعا هو اسم كبير واسطوره كبيره جدا من اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره، وكان في الجيل الذهبي طبعا اللي التقى بكثير من المدربين، كان يمكن كابتن محمد مصلحي، كابتن هاني مصلحي، كابتن حمدي الصافي، كمان يعني يا كابتن هيثم كان معايا كابتن ايمن رشدي وكابتن وائل العايدي، كمان دي كانت اسامي كبيره جدا وقدروا ان هم يحققوا بطولات كتير جدا في الجيل ده او في هذه الفتره، يعني كانت نجاحات وحققوا افريقيا ودوري وكاس. عايزين نقول كمان يعني توفيق يمكن سبورتنج مش فرقه سهله، طبعا كل جماهير النادي الاهلي واثقه في فريقها، ولكن يعني كل الناس فاكره انه المباراه في المتناول، ده اللي طبعا النادي الاهلي عودنا عليه، ولكن عايزين نقول ان الماتش يعني ان شاء الله فرقه النادي الاهلي هدفها الكاس، ومش هدفها بس ان هم يتجاوزوا مباراه النهارده على سبورتنج، يعني بس سبورتنج عايزين نقول هي فرقه محترمه، فرقه كبيره عندها عناصر مميزه جدا، ده غير ان هم يعني في الدوري قدروا ان هم يحتلوا المركز الرابع بثلاثه بونت بعيد عن نادي الزمالك اللي كان في المركز الثاني، وكانوا محققين يمكن نفس عدد المرات الفوز اللي حققها نادي الزمالك، وهم محققين برضو يا توفيق يمكن 18 فوز وأربعة خسارة فقط، يمكن منهم خسارتين كانوا للنادي الأهلي ذهابا وإيابا. فاللي عايزين نقوله طبعا إن هدفنا النهاردة هو الفوز، ولكن كل الاحترام لفرقة نادي سبورتنج لأن هي فرقة مش سهلة، وبرضو عايزين نعيد كلامنا تاني إنه النادي النهاردة ناوي، النادي الأهلي النهاردة ناوي على يعني تحقيق الكاس وليس فقط على تجاوز هذه المباراة. بالفعل كابتن هيثم زي ما النادي الاهلي دايما معودنا، وفي اجواء اكثر من رائعه من صاله سبورتنج هنا من عروس البحر المتوسط باسكندريه، دي كانت اجواءنا ودي كانت كواليسنا. الكلمه لحضرتك وضيفك الكرام محمد توفيق ومريم سميح، بشكركم شكرا جزيلا، تغطيه مميزه. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره الاهلي وسبورتنج في كاس مصر السيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم تاني خلال دقائق معدوده ان شاء الله ننتقل لارض الملعب في سبورتنج ان شاء الله نادي سبورتنج لنقل قبل نهائي كاس مصر للسيدات الاهلي وسبورتنج، ودي لقطات حيه من ارض الملعب لتسخين الفريقين نادي سبورتنج والنادي الاهلي. نادي سبورتنج محترم وبيعمل فرقه كويسه جدا جدا، ويعني وبنقدم له التحيه من استوديو الابطال لانه احد القلاع الرياضيه في اسكندريه بل في مصر كلها، وان شاء الله نشوف مباراه جيده. المباراه يعني هتقام الساعه 4، هنقلها لحضراتكم على الهواء مباشره.
مشاهده بيتفرج علينا على الهواء مباشره ان شاء الله. المباراه تبث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على قناتنا على اليوتيوب. اروح لضيوف اللي منورني في استوديو كابتن ساره طلعت وكابتن نجلاء فوزي. كابتن ساره اجي لحضرتك في يعني عجل ان خلاص بتهيألي لحظات وهنروح. توقعاتك الفنيه للمباراه وفنيا ونتيجه كمان. باذن الله الماتش هيبقى وان سايد جيم للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره بيعمل حساب لاي فرقه بيلعبها اذا كان مستوى متقارب منه او اقل منه. كابتن حمدي هيلعب بكل قوته الطبيعي بتاعه زي اي مباراه، واعتقد برضو نادي سبورتنج هيبقى نفس الكلام، هيلعب بكل قوته ان هم في الاخر في الاول هينافسوا على اللي هيطلع الفاينل بتاعه، هيلعب فاينل كاس. المباراه هتبقى ضغط من الفرقتين، كل واحد هيبقى بيلعب على نقطه القوه هناك. لو مثلا ضريبه 4 الارسال يتلعب على ضريبه 4 عشان نعطله عشان ما يضربش من الشبكه، اذا كان هنا او اذا كان في الناحيه يعني اذا كان في الاهلي او في سبورتنج. وباذن الله هتبقى مباراه حلوه من الفرقتين خصوصا ان هم بيلعبوا هناك في نادي سبورتنج. طب توقعات حضرتك نتيجه ممكن تبقى 3-0؟ هل نادي سبورتنج ينجح ياخد شوط؟ لا باذن الله 3-0 للنادي الاهلي. طب سؤال برضو، يعني حضرتك شايفه التشكيل، شايفه ان كابتن حمدي الصافي بيفضل المباراه تبتدي بقوته بالضربه ولا بيأجل ولا بيوزع مجهوده على المباراه خاصه عنده 2 لاعبات مهمين مش موجودين مع الفرقه؟ لا هو طول عمر كابتن حمدي بيبدا بالقوه بتاعته، القوه الضاربه عموما الهجوميه كانت متمثله في اي الشامي او المحترفه مؤخرا او لعيب التلاتات، هي يمكن فريده هتاثر معاهم شويه بس في بدائل احسن بكتير برده بتشيل مع بنفس الكفاءه فبتشيل معاهم في الفرقه. انا متوقع ان الماتش باذن الله يخلص 3-0 للنادي الاهلي. احنا اهم يعني ممكن نشوف فولي حلو بس في الاخر النتيجه هتبقى ايه؟ باذن الله هتبقى 3-0 للنادي الاهلي باذن الله. كابتن نجلاء يعني توقعاتك الفنيه والنتيجه كمان. والله ما مش هيزيد اي حاجه على الكلام اللي قالته ساره، هو النتيجه ان شاء الله الرحمن وان سايد جيم للنادي الاهلي 3-0 بعون الله. طب الملعب مش هيفرق مع النادي الاهلي يعني بيلعب بره؟ لا بالعكس، احنا لعبنا النادي الاهلي لعب قبل كده في سبورتنج في الدور الاول وكسب 3-0 للنادي. الماتش كان اتاجل عشان كورونا، حالات كورونا بالظبط كده. بجانب ان اكيد كابتن حمدي الصافي النهارده هيلعب على نقط الضعف اللي موجوده في نادي سبورتنج، اذا كان الاستقبال او اذا كان الدفاع او في ثغره في البلوك، فاكيد كابتن حمدي هيلعب على نقط الضعف اللي موجوده في نادي سبورتنج. واحنا بارسالاتنا القويه ان شاء الرحمن المفروض نقدر نخلص الماتش من اول حاجه يعني ان شاء الله. طب يعني كابتن حمدي الصافي يعني برضو ان دائما ابدا النادي الاهلي بيدعم الاتحادات والمنتخبات في برامجهم التدريبيه، وكابتن حمدي الصافي في 2 لعيبه مهمين جدا عنده، دعاء الغباشي وفريده العسقلاني مع المنتخب الشاطئي، فده طبعا حاجه تحسب طبعا لكابتن حمدي او النادي الاهلي كله طبعا انه بيساعد المنتخب. بس من رؤيه وجهه نظر حضرتك تتفقي مع كابتن ساره ان ده مش هياثر معانا؟ لا لا ما هو مش هياثر الحمد لله، عشان في لعيبه ثانيه هتقوم بنفس الواجبات بتاعه اللعبات فريده العسقلاني او دعاء الغباشي، منهم لعيبه عندنا لعبات الصاعدات اللي طالعه مي غزال لعبه سنتر بلوك عاليه جدا، عندي لعيبه سلمى يوسف برده من 18 سنه طالعه برده عاليه جدا في البلوك، وشفنا في برده ملك مرجان موجوده ياسين جونيور ممكن تلعب اثنينات وممكن يلعبها ثلاثات. يعني كابتن حمدي عنده الاوراق اللي ممكن يلعب زي ما هو عاوز فيها براحته. فان شاء الرحمن الموضوع ده مش هياثر اي تاثير على فريق نادي الاهلي خالص ان شاء الله يعني. طب يعني برضو احنا في مباراه الرجال النادي الاهلي كان في شويه توتر او حاجه، فيعني حصل كذا كره في الشبكه، تتوقع النهارده الارسال هيبقى جيد؟ هتتوقع الاستقبال يبقى جيد؟ يعني الشكل العام للفرقه كاستقبال وارسال هيبقى كويس؟ احنا تبقى ارسالاتنا قويه، لو ارسالاتنا قويه من الاول هنخلص الماتش على طول. لو ارسالاتنا دلوقتي اصل اصبح الفولي دلوقتي ارسال واستقبال عباره عن ارسال واستقبال، ده ارسال قوي الفرقه الثانيه بتقع خالص من الاستقبال. طب استقبالنا مين؟ لا احنا استقبالنا احنا الحمد لله عندنا ندى وليد احسن ليبرو في افريقيا، عندي كابتن نهلة سامح يعني صمام امان لنادي الاهلي كله منتخب مصر، عندي ساره امين بكل اللاعبات مركز 4 بيتميزوا بالاستقبال والدفاع، فاحنا الحمد لله الكره الاولى عندنا كويسه جدا ان شاء الله. صحيح، اذا حضراتكم تتوقعوا النتيجه 3-0 وان شاء الله تبقى تفوق ملحوظ للنادي الاهلي. طب اعزائي المشاهدين خلاص لحظات، وزي ما شفنا في اللقطات اللي جايه من ارض الملعب كله خلاص تقريبا كل اللعيبه او اللاعبات توجهوا للبنش خلاص عشان ياخدوا التعليمات النهائيه قبل انطلاق المباراه. وخلينا افكركم تاني المباراه في قبل نهائي كاس مصر، غالبا الطرف الثاني في الـ في الـ في الـ في كاس مصر او قبل النهائي الزمالك والصيد، ان شاء الله اللي هيفوز النهارده من الاهلي وسبورتنج هيتاهل يلعب يوم الاثنين. وخدنا معلومه طبعا من مراسلنا في ارض الملعب محمد توفيق ان مباراه يوم الاثنين هتكون على صاله اشرائيل الدخان، وهنقول لكم الميعاد ان شاء الله، وهتبقى مع احد الطرفين الثانيين ان شاء الله باذن الله في حاله تاهل النادي الاهلي النهارده من مباراته في اسكندريه. بس يمكن النادي الاهلي النهارده مباراته الجمعه، عندنا سبت حد
يومين طبعا هيكون كافيين ان شاء الله لاستعاده الشفاء من السفر وايضا لاستعداد لمباراه النهائي باذن الله في حاله فوزنا. طبعا نتمناها ليله النهارده ان شاء الله بنقول تيشيرت النادي الاحمر، نقول تيشيرت النادي الاهلي اللي هو اللون الاحمر طبعا كما تمنيناها اول امبارح، والحمد لله امنيتنا اتحققت. خلينا طب احنا جاهزين نطلع يا جماعه للملعب. طيب خلينا نروح لارض الملعب سريعا ومعلقنا الكابتن محمد عفيفي نقل احداث مباراه كره الطائره سيدات الاهلي وسبورتنج، فالى هناك.